إيران فاجأت الشرق الأوسط والحدود مع العراق بشكل خاص بإعلانها عن قاعدة للطائرات المسيرة سرية للغاية، ولكن فيها رسائل كثيرة في توقيتات مهمة ومثيرة للغاية. وكانت هنالك الكثير من اللقطات لهذه القاعدة بهذا الشكل كما تشاهدون. كانت هنالك لقطات للطائرات المسيرة المهمة من أحدث وأعرق وأفضل وأدق الطائرات المسيرة لدى الإيرانيين بشكل مباشر. هنالك في هذه القاعدة 100 طائرة مسيرة بأحدث الصواريخ كذلك، ونتحدث عن صواريخ الكروز وغيرها من هذه الصواريخ، بل إن كان هنالك مقطعا مصورا بشكل مثير للمراسل الخاص والحصري من التلفزيون الإيراني الرسمي، وهو يتوجه بالمروحية بهذا الشكل إلى هذه القاعدة السرية، هو الوحيد الذي تحصل على هذا التخويل من بين الكثير من الأشخاص. وطبعا عندما استقل هذه المروحية قاموا وذهب معصوب العينين بهذا الشكل، لم يسمحوا له بخلع هذا الغطاء حتى وصل إلى هذه القاعدة. كما تلاحظون الكثير من الأنفاق، أنفاق كبيرة جدا، طائرات مسيرة هائلة للغاية ومتقدمة للغاية تم الإعلان عنها بهذا الشكل. ولكن في هذا التقرير كانت هنالك معلومتين مثيرة من الممكن أن تعطينا فكرة عن طبيعة هذا المكان الذي هو موجود في هذه القاعدة التي نتحدث عنها وفي الداخل الإيراني. أولى هذه الأمور هو تحدث المعلق والذي قام بهذا التقرير بأنهم انطلقوا إلى هذه القاعدة من قاعدة أو القاعدة الأولى لهافا نيروز الموجودة في محافظة كرمانشاه، بالإضافة إلى ذلك أنه أضاف معلومة مهمة بأن هذه الرحلة أخذت ما يقارب 40 دقيقة. وبالتالي بأخذ هذه المعلومات وبالنظر إلى حقيقة الطائرة المروحية التي قاموا باستخدامها أو أوصلتهم إلى هذه المنطقة، هذه المروحية هي من نوع BELL أو بيل 214. هذه المروحية بسرعتها الكاملة، عادة هي عندما تتوجه إلى منطقة سرية وآمنة ومستقيمة فإنها ستحلق بأعلى وبأقصى سرعة خاصة بها. وبالتالي إذا ما أخذنا أقصى سرعة لهذه الطائرة مع المعلومات التي ذكرتها لكم فإننا أمام ما يقارب 102 كيلومترا من أجل أن تصل إلى الموقع الخاص طبعا في هذه القاعدة التي نتحدث عنها. وبالتالي مع أخذ هذه الحسابات والذهاب إلى القمر الصناعي بهذا الشكل بهذه الحسابات وبالهبوط بالقمر الصناعي طبعا إلى محافظة كرمانشاه كما تحدثنا، قاعدة هافا نيروز، هذه قاعدة هافا نيروز بهذا الاتجاه، القاعدة الأولى في كرمانشاه، هذه محافظة كرمانشاه. إذا ما أخذنا خطا مستقيما إلى الجنوب فقط لكي ندقق بهذه التفاصيل ولكي نعرف ما الذي يجري، كما تحدثنا هذه محافظة كرمانشاه، القاعدة تأتي بهذا الاتجاه، وبالتالي إذا ما هبطنا بهذا الخط المستقيم فتقريبا سنكون بهذه المنطقة إذا ما قطعنا 102 كيلومترا كما تحدثنا من خلال الحسابات التقديرية التي تحدثنا عنها. ولكن هذا التقرير ذكر بأن هذه القاعدة هي موجودة في جبال زاغروس، أي بما معنى أنها مع الحدود العراقية، هناك ما نعلم الأراضي العراقية وهذه هي الأراضي الإيرانية، وبالتالي مع جبال زاغروس مع حقيقة أخرى بأن هنالك علامة ظهرت بشكل مفاجئ من إحدى الصور على علامة مهمة جدا توضح أين تقع هذه القاعدة بالضبط، وهذه كانت بهذا الشكل المثير بظهور الفاير اكستنجوشر وهو طبعا طفاية الحريق، وواضح من طفاية الحريق بأن هذه الكلمة المكتوبة في طفاية الحريق هي دالهو التي تلاحظونها بهذا الشكل. كانت هنالك عددا من اللقطات طبعا لدالهو بهذا الاتجاه، إذا ما أخذنا صورة أخرى بهذا الشكل واقتربنا من طفاية الحريق سنلاحظ بأننا أمام نفس الكلمة، وهذه مقاطعة أساسا هي موجودة في الداخل الإيراني وبشكل مفاجئ هي موجودة في جبال زاغروس وتقريبا بالخط وبنفس المسافة التي رسمناها. دعونا نتوجه إلى دالهو الآن بهذا الشكل بالقمر الصناعي وبالتالي بالهبوط إلى هذه المنطقة التي ستلاحظونها، هذه هي دالهو المقاطعة. دعونا نبتعد الآن بالقمر الصناعي بهذا الشكل فقط لنفحص المسافة مع محافظة كرمانشاه لكي نقترب أكثر من هذه القاعدة المهمة. وبالتالي دالهو كما تحدثنا هي تأتي تقريبا بهذه المنطقة بهذا الشكل، وبالتالي بالنسبة لكرمانشاه هذه كرمانشاه، هذه هي القاعدة الأولى. وبالتالي عندما نأخذ هذه المسافة من كرمانشاه من القاعدة تحديدا إلى دالهو فنحن أمام 82 كيلومترا بحسب التقديرات والمعلومات التي جمعناها من التقرير، فنحن أمام مسافة لازلنا بحاجة إلى عدد من الكيلومترات لكي نكون متواجدين في المنطقة التي طبعا ذكرت من خلال الفاير اكستنجوشرز وهي طبعا طفاية الحريق. وبالتالي سنجد أنفسنا إذا ما أكملنا هذه المسافة 102 أو 103 كيلومترا تقريبا سنجد أنفسنا بأننا أمام هذه المنطقة الجبلية، وهذا ما يرشح
بأن هذه القاعدة موجودة في هذه المنطقة الجبلية. دعونا نقترب منها قليلا فقط لنرى هذه المنطقة كيف هي تبدو، القريبة طبعا من منطقتي ومن مقاطعة داله بهذا الاتجاه، وبالتالي بوجودنا بهذه المنطقة هذه هي المنطقة الجبلية التي ترونها. دعونا الآن فقط نبتعد قليلا لكي نرى وقارنا هذا الأمر، ما هي هذه، أين هي هذه القاعدة بالضبط من الحدود العراقية، وما الذي تعنيه بالنسبة للداخل العراقي بشكل عام، من وهي هل هي بعيدة من بعض القواعد أم هي قريبة من بعض هذه القواعد. وبالتالي عند التوقف بهذه المنطقة، فالمنطقة التي حددناها هي تأتي بهذا الاتجاه تقريبا، وهي لا تبعد إلا 39 كيلومترا لكي تدخل الطائرات المسيرة إذا ما انطلقت من هذه القاعدة إلى الأجواء العراقية بشكل مباشر وبهذه الطريقة. ويجب أن ننتبه بأن قاعدة عين الأسد هي موجودة بهذا الاتجاه التي يتواجد فيها مستشارو التحالف الدولي، وكذلك بأن هذه المناطق هي تأتي التي تتوجه طبعا إلى الشمال الطائرات المسيرة. طبعا سبق أن رأينا قبل 3 أسابيع تقريبا في بربزيان التي تأتي إلى شرق سيدكان كانت هنالك ضربات بالمدفعية وبالطائرات المسيرة جاءت على مستوى إقليم كردستان. الأمر يجب أن لا يستغرب إذا ما حدث بهذا الشكل، ولكن لماذا إيران تتحرك بهذا الشكل؟ ما الذي يعني هذه القاعدة بوجودها هنا باستعراض هذه الطائرات المسيرة؟ هنالك أمر مثيرا، هو الأمر الرسائل الكبيرة التي ترسل من إيران من خلال طبيعة الصواريخ التي ظهرت. نتحدث هنا أن هذين الصاروخين مثلا على سبيل المثال، هذا الصاروخ الذي ترونه هو قائم 9، هذا هو قائم 9 وهو صاروخ من النسخة الإيرانية للصاروخ المعروف والذي اشتهر كثيرا في عام 2020 بسبب الحادثة وحادثة الاغتيال التي طالت الجنرال الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد، وهو الـ AGM-114 Hellfire، نفس النسخة ولكنه النسخة الإيرانية. رسالة واضحة جدا من قبل الإيرانيين في هذا الصدد. كذلك في نفس الوقت هذا الصاروخ الذي ترونه باللون الأحمر المحمول على الطائرة المسيرة، هذا هو طبعا صاروخ كروز. والمثير بهذا الأمر أن هذه المرة الأولى بحسب هذا التقرير أن صاروخ كروز تقوم طائرة مسيرة بحمله، وهذا الصاروخ بحسب هذا التقرير يصل مداه إلى 200 كيلومتر. ما الذي يعني هذا الأمر بأخذ هذه الخارطة بهذا الاتجاه؟ فهذا يعني، والرسالة واضحة، أن الطائرات المسيرة إذا ما دخلت إلى الحدود العراقية فهي قد تكون بحاجة للدخول إلى هذه المنطقة، الوصول إلى ديالى على سبيل المثال، لكي تطلق الصواريخ مباشرة إلى قاعدة عين الأسد من دون الوصول إلى هذه المنطقة أو الوصول إلى هذه البحيرة على سبيل المثال بهذا الاتجاه. عندما نتحدث طبعا عن هذه البحيرة المهمة والقواعد المهمة، هي ليست بحاجة للاختراق كثيرا لكي تصل إلى هذه المنطقة التي نتحدث عنها طبعا، وهي قاعدة عين الأسد. ونفس الشيء بالنسبة طبعا إلى الشمال، ويجب أن ننتبه أن في كرمانشاه قاعدة صاروخية كبيرة جدا سبق أن ضربت قاعدة عين الأسد انتقاما للجنرال الإيراني قاسم سليمان، فيها رسائل كثيرة. ولكن المثير في هذا الأمر، رغم كل هذه العلامات والتقديرات التي نتحدث عنها من هذه القاعدة السرية للطائرات المسيرة، إلا أن هذه المنطقة الجبلية ليس هنالك أي مداخل قد لوحظت تحت الجبال من أجل الوصول إلى هذه القاعدة، ليس هنالك أي علامة، كذلك ليس هنالك أي مطار ممكن أن يساعد هذه الطائرات المسيرة للتحليق. نتحدث عن طائرات مسيرة كبيرة تحمل صواريخ مؤثرة وكبيرة بحاجة إلى مدارج لكي تنطلق، لا يمكن لها الانطلاق من هذه المناطق. وبالتالي على هذا الأساس نحن قد نكون هنا بسهولة أمام تمويه واضح من قبل إيران، وهذا قد يكون أمرا طبيعيا من خلال كل الأمور التي طرحت طبعا في التقرير. فهذه العلامات التي جاءت في داله مثلا على سبيل المثال لطفاية الحريق ممكن جدا أن تكون تمويها، وليس هنالك أي حقيقة لهذه النقطة التي تحدثنا عنها. إذن من أين تكون وأين من الممكن أن تكون هذه القاعدة تحديدا؟ هنالك قاعدتين تحديدا هي التي تحدثت عنها العديد من التقارير الغربية، وهذه القواعد هنالك من العام الماضي كان هنالك توسعة كبيرة جدا بالنسبة للأنفاق التي تأتي تحت الجبال بالنسبة لهذه القواعد التي سأذكرها لكم الآن. بالنسبة للقاعدة طبعا التي تحدثنا عنها، هذه هي القاعدة داله التي قلنا بأنها لا تبعد إلا 39 كيلومترا لكي تدخل إلى الأراضي العراقية، ولكن هنالك قاعدة ديسفول التي تأتي بهذا الاتجاه، وكذلك أن هنالك قاعدة أخرى تقع في مسجد سليمان، في مدينة مسجد سليمان. هاتين القاعدتين هي أيضا قريبة جدا من الحدود العراقية، هذه تبعد ما يقارب 80 كيلومترا، وهذه القاعدة تبعد ما يقارب 149 كيلومترا لكي تدخل إلى داخل الأراضي العراقية. وهنالك مداخل في الجبال، وهنالك مطارات تساعد الطائرات المسيرة من أجل الانطلاق والقيام بالعمليات فيها، بل إن هنالك نشاطات كبيرة. والأهم، التقارير تحدثت منذ العام الماضي إن هنالك توسعا في هذه القواعد. دعونا نقترب
من هذه القواعد من قاعدة دسفول على سبيل المثال، لنأخذ هذه الصورة بهذا الشكل ونقترب طبعا من هذه القاعدة المهمة بهذا الاتجاه. سنلاحظ طبعا في بادئ الأمر هي مدينة دسفول، هذه هي مدينة دسفول، هذا هو مطار طبعا دسفول وقاعدة دسفول، وفي هذه المنطقة تتواجد نشاطات كثيرة للطائرات المسيرة. دعونا نتوجه إلى شمال هذه القاعدة أو إلى غربها إذا ما قلبنا طبعا صورة القمر الصناعي بهذا الاتجاه، وهذه النقطة التي أتحدث عنها هي تأتي بهذه المنطقة تقريبا على مسافة 17 كيلومترا بالنسبة للأنفاق التي جاءت من هذه أو هذه القاعدة المهمة للغاية. وبالتالي دعونا نقترب ونهبط إلى المداخل لكي نرى هذه المداخل، لكي نفهم لماذا مسألة وجود هذه الطائرات تحت الجبال ومطار تكون مهمة للغاية. وهنا كما تلاحظون هذه هي المداخل بأكملها بالنسبة للطائرات المسيرة أو حتى على المستوى الصاروخي وغيرها، موجودة تحت الجبال بكل تأكيد، وبالتالي هذه قضية مهمة جدا بالنسبة لهذه القاعدة. دعونا نبتعد الآن إلى القاعدة الأخرى المرشحة الثانية أن تكون هي القاعدة التي ظهرت في هذا التقرير الإيراني المهم للغاية، ودعونا نقترب من هذه القاعدة بهذا الاتجاه، وهي قاعدة مسجد سليمان في مدينة مسجد سليمان. بالاقتراب من هذه القاعدة الآن سنلاحظ بأن هذه هي القاعدة وهذه هي المنطقة التي تأتي فيها نشاطات الطائرات المسيرة، وهذا هو هنجر الطائرات المسيرة. وبالقرب منها بهذا الاتجاه سنلاحظ الجبل الذي تأتي فيه المداخل للقواعد كما تلاحظون بالنسبة لهذه الطائرات المسيرة، وبالتالي هي كلها مهيئة للطائرات المسيرة. هذه القاعدة قد تكون هي الأكثر فاعلية مقارنة بالقواعد الأخرى من ناحية المداخل التي تحدثنا عنها، ومن ناحية الهنجر، ومن ناحية حتى المطار الخاص بالطائرات المسيرة هو هنا بهذا الاتجاه، الطائرات العادية تحلق بهذا الاتجاه، وبالتالي هذه القاعدة مرشحة جدا أن تكون هي أيضا بعد التوسعة والتقارير الغربية كما تحدثنا العام الماضي أن تكون فعلا هذه هي القاعدة التي ظهرت. ولكن بشكل عام هذه القواعد هي موجودة في مناطق استراتيجية في ظل هذه التفاصيل التي نتحدث عنها. هذه القواعد هي ليست قواعدا عادية أبدا بالنسبة لإيران في ظل هذا التطور الكبير. نتحدث عن هاتين القاعدتين بالنسبة لدسفول وكذلك القاعدة الأخرى بمسجد سليمان، وكذلك أيضا في القاعدة التي تحدثنا عنها بهذا الاتجاه وهي قاعدة كرمان شاه أو دالهو بهذا الاتجاه. بالتالي هذه القواعد التي تحدثنا عنها هي تأتي مسيطرة على الخليج العربي، تأتي مسيطرة على القواعد الأمريكية، على العراق، مع حقيقة أن الطائرات بحسب التقرير هي تحلق لمسافة 2000 كيلومتر، مع حقيقة أن صواريخ الكروز التي تحدثنا عنها ممكن أن تقطع مسافة 200 كيلومتر لكي تصل إلى أهدافها. وبالتالي لاحظ طبيعة السيطرة والقوة الكبيرة الموجودة هنا بهذا الاتجاه بالنسبة لهذه القواعد الإيرانية. السؤال الأهم هنا، لماذا إيران كشفت عن هذه القاعدة الآن؟ لماذا هي ترسل هذه الرسائل للولايات المتحدة الأمريكية؟ هو كله يأتي متزامنا بشكل مثير تقريبا بعد 72 ساعة من إعلان وزارة الدفاع الإيرانية عن هجوم غريب وهجوم غامض تعرضت له إيران في الداخل، وتحديدا هو جاء على هذه المنطقة وهي بارتشين التي تأتي بهذا الاتجاه إلى جنوب غرب طهران على مسافة 30 كيلومترا. أعلنت أن هنالك مبنى للبحوث تابع لوزارة الدفاع الإيرانية قد انفجر وقتل مهندس في هذا المبنى وجرح آخر نقل إلى المستشفى. هذا الأمر وهذا المبنى جاءت هنالك وكانت هنالك تفاصيل جديدة قادمة من نيويورك تايمز، تحدثت بأن طائرات مسيرة مفخخة من نوع كواد كوبتر توجهت إلى هذا المبنى بالقرب من هذه المنطقة من بارتشين وضربت هذا المبنى تماما، وأن هذا المبنى بحسب المعلومات التي نشرتها نيويورك تايمز هو مبنى لتطوير طائرات المسيرة، مبنى شديد الحساسية تم استهدافه في هذه المنطقة، وهذا طبعا ما ثبتته النيويورك تايمز على هذا الأساس. طائرات مسيرة انتحارية هاجمت موقعا عسكريا شديد الحساسية في بارتشين وانفجرت في مبنى للبحوث تستخدمه وزارة الدفاع في تطوير الطائرات بدون طيار. الطائرة المسيرة من طراز كواد كوبتر انطلقت من على مقربة من قاعدة بارتشين العسكرية. وهنالك كذلك أمرا مثيرا أن قبل هذا الهجوم كانت هنالك معلومات من عدد من المواقع الأجنبية تحدثت بأن هنالك مجموعة
تم تشكيلها في عمق طهران بعد عملية الاغتيال التي تعرض لها العقيد الإيراني حسن صياد خدائي التابع طبعا إلى الوحدة 840 في فيلق القدس الإيرانية التابع إلى الحرس الثوري الإيراني في 23 من مايو. تشكلت هذه الفرقة وبعدها جاء هذا الهجوم الذي نتحدث عنه، وهذه المصادر الأجنبية عادت مرة ثانية تتحدث بأن هذه المجموعة لا زال بإمكانها وستقوم بالمزيد من الهجمات في الداخل الإيراني، وبالتالي البرنامج الصاروخي، البرنامج النووي، برنامج الطائرات المسيرة كلها تحت المطرقة في الفترة القادمة بحسب ما ذكرته هذه المصادر الأجنبية التي أتحدث عنها. المثير أن مع هذه المعلومات التي ذكرناها هنالك أمور غامضة تحدث في الداخل الإيراني، واحدة من الأمور هي ما جرى يوم أمس، طائرة فجأة بهذا الشكل، لم تحدد إيران إذا ما كانت طائرة حربية أو مدنية، ولكن قالت بأنها طائرة تدريب، سقطت بهذا الشكل في الخليج العربي بالقرب من جزيرة قشم، لم يقتل أحد، لم يجرح أحد، ولكنها سقطت بهذا الشكل، قد تبدو طبيعية، ولكن المشكلة قصة هذه الطائرة هي ليست طبيعية عندما ننظر إلى ما جرى قبل أيام قليلة لهذه الطائرة، وهي طائرة F7 التي سقطت إلى شرق أصفهان على مسافة 200 كيلومتر وقتل طيار وقتل مساعده فجأة بشكل مباشر. أمور غامضة تجري في الداخل الإيراني. الأهم من هذا الأمر، تبدو الولايات المتحدة الأمريكية مسيطرة، ولكن في نفس الوقت إيران ترد، هنالك تراشق حتى على مستوى المياه. إيران على سبيل المثال مؤخرا قامت بضبط سفينتين يونانيتين هي كانت موجودة في مضيق هرمز، هي طبعا ناقلات للنفط، قام الحرس الثوري الإيراني باحتجازها وسحبها طبعا إلى السواحل الإيرانية، وهذه جاءت على ما يبدو ردا على ما فعلته الولايات المتحدة مباشرة من عملية احتجاز ناقلة إيرانية بالنسبة للنفط الإيراني، وطبعا هي ناقلة روسية في حقيقة الأمر، احتجزوها وقاموا بسحبها إلى الأراضي الأمريكية. وكذلك الشهر الماضي اليونان كان لها دور في عملية احتجاز ناقلة روسية أخرى كانت أيضا تنقل النفط الإيراني. المشكلة في هذا الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها تفرض عقوبات كثيرة وتواجه إيران وهنالك تراشق بين الطرفين، قد تبدو الولايات المتحدة الأمريكية قوية، ولكن The Washington Free Beacon اليوم وجدت أن الأمر يختلف وبأن إيران ستكون قوية في الفترة القادمة، وهذا ما ذكر The Washington Free Beacon. في حين أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على الأفراد والكيانات لمجموعة متنوعة من السلوكيات السيئة إلا أنها لم تفرض ما يسمى بالعقوبات الثانوية التي لا تزال سارية ضد الصين أكبر مشتري للنفط الإيراني، مما يسمح للأموال بالتدفق إلى الخزائن الإيرانية. عليك يا بايدن معاقبة الصين من أجل الوصول إلى نتيجة مع الإيرانيين، وقد تكون فيها مخاطرة كبيرة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إذا ما دخلت في هذا المجال بكل تأكيد، لكن الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على الكثير من هذه التفاصيل والتحركات التي تجري بين هذه الأطراف.